السلام عليكم. هنكمل كلامنا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأجهزة اللي بتركب على أنظمة التكييف، وكنا اتكلمنا في فيديو خاص عن الضغط سموك ديتكتور اللي بيركب على الضغط بتاع التكييف، وقلنا ان في أجهزة تانية زي الهيوميديتي سنسور والديفرنشال بريشر سويتش. والفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنكمل فيه كلامنا عن الدي بي اس اللي هو الديفرنشال بريشر سويتش. هو جهاز وظيفته قياس فرق الضغط بالنقطتين. لو قربنا مع بعض هنا هنشوف ان ده جهاز الدي بي اس قدامنا، وفي مؤشر عليه القيم بتاع الضغط اللي بظبطها عليه، وخارج منه نقطتين او خرطومين، واحد نقطه بوزيتيف وواحد نقطه نيجاتيف، بيركب قبل وبعد المراوح اللي في الاير هاند يونت. يعني عندي هنا مروحه وبالتالي بركب نقطه قبلها اللي هي دي كده قبل المروحه، ونقطه ثانيه بتبقى بعد المروحه، ونفس الكلام برضو بينطبق على الفلتر الموجود في الاير هاند يونت، نقطه بتركب قبليه ونقطه بعده. هنروح نشوفها مع بعض. ده كده الدي بي اس اللي عندنا عند الفلتر، تمام. دي نقطه بتبقى بعد الفلتر ونقطه قبل الفلتر. طب ايه هي وظيفه الدي بي اس وبنستفاد ايه؟ زي ما قلنا ان فكره عمله قايمه على فرق الضغط بالنقطتين، فرق الضغط قبل وبعد الفلتر، وفرق الضغط قبل وبعد المروحه. زي ما انتم شايفين الدي بي اس بيخرج منه طرفين، كل طرف عباره عن انبوبه صغيره، ممكن بنسمي دي النيجاتيف تيوب ودي البوزيتيف تيوب زي ما هو متسمي على الجهاز. كل طرف بياخد اشاره ويبدا لما المروحه تشتغل بتاع الموتور يبدا الجهاز دي بي اس يقارن بين الضغط قبل وبعد الفلتر وقبل وبعد المروحه بتاعت الموتور، وعلى اساس القيمه السيتنج اللي انا مديها له يبدا يبعت اكشن لنظام الكنترول اللي هو متوصل بيه. عندنا هنا نظام الكنترول متوصل بيه الدي بي اس ونظام البي ام اس. لو قربنا شويه كده هنشوف في طرفين جوه، الطرفين دول فردتين كنترول خاصين بنظام البي ام اس، بياخد قيمه البريشر اللي هي اسها الدي بي اس ويبعتها لنظام البي ام اس على اساسها يبدا ياخد الاكشن المطلوب. هنتكلم دلوقتي على الدي بي اس او اللي هو راكب فوق الفلتر، وليه اكتر من حاله. الحاله الاولى ان المروحه عندي مفصوله وبالتالي الضغط قبل وبعد الفلتر متساوي، وبالتالي فرق الضغط بينهم هيبقى بزيرو، وعلى حسب القيمه اللي انا مديها له للدي بي اس اللي هي السيتنج اللي عندها يبدا ياخد اكشن. لو افترضنا سي مثلا اكس، الزيرو ده هيبقى اقل من الاكس القيمه، مثلا لو افترضناها ان هي 100 مثلا، فهنمشها هياخد اكشن، وبالتالي الفلتر كده ده معناه ان هو نظيف ومش محتاج اي نظافه. الحاله الثانيه ان المروحه اشتغلت وبقى في فرق ضغط، في طبعا فرق ضغط قبل وبعد الفلتر، وبالتالي بس الفرق ده صغير جدا اقل من القيمه اللي انا مديها كسيتنج للدي بي اس، وبالتالي برضو يفضل النقط الريلي اللي هي جوه الدي بي اس زي ما هي، المقفوله مقفوله والمفتوحه مفتوحه، وبالتالي مفيش اي اكشن هيروح لنظام البي ام اس. الحاله الثالثه وهي دي اللي المهمه، ان بعد فتره كبيره من تشغيل الاير هاند يونت وتجمع عندي كميه كبيره من الاتربه على الفلتر، وبيجي بمجرد ما تشتغل المروحه بيبقى فرق الضغط قيمه كبيره اكبر من السيتنج اللي انا مديها للدي بي اس، وبالتالي هيبدا النقط النورمال كلوز اللي هي موجوده في الدي بي اس تتغير، الحاله بتاعتها تبقى نورمالي اوبن، وتبدا تبعت سيجنال لنظام البي ام اس ان في هنا مشكله عندي، ان الفلتر محتاج نظافه او ان هو محتاج صيانه. اما بالنسبه للدي بي اس الموجود عند المروحه بتاعه الموتور، ده اللي هنشوفه مع بعض. ده كده تاني دي بي اس عندي، تاني ديفرنشال بريشر سويتش موجود عندي، وده اللي هو بيراقب الحاله الفعليه للموتور والمروحه بتاعته. يعني ايه؟ يعني عندي في حالات ان الموتور شغال، وبالتالي بما انه شغال والمروحه طبعا بتشتغل اوريدي عن طريق السير اللي هو متصل مع الموتور، فبيبقى في فرق ضغط. فانا عايز اتاكد ان الموتور شغال وان المروحه شغاله وان السير اللي رابط المروحه مع الموتور ما فيهوش مشكله، عشان احيانا ان السير ده بيتقطع والموتور بيفضل شغال والمروحه ما بتطلعش هواء، وبالتالي ممكن الموتور يتحرق او يحصل له اي مشكله.
فاحنا مش بنعتمد بس على السيجنال اللي هي طالعه من الريلي كونتاكت الخاص بالموتور اللي موجود في لوحه الكنترول اللي في الموتور، لا كمان بناخد اشاره من الدي بي اس ده ان يقول ان في فرق ضغط. طيب لو انا جاي للبي ام اس اشاره من الريلي كونتاكت بتاع الموتور ان الموتور شغال وجايب لي فرق الضغط هنا بزيرو، ده معناه ايه؟ ده معناه ان السير مقطوع. ممكن نشوف مع بعض السير والتوصيل الكامل للموتور والمروحه. ده كده مكنه الاير هاند يونت من جوه، ده كده الموتور، والموتور زي ما انتم شايفين متصل بالمروحه عن طريق سير، وده كده الفلتر بالمناسبه، ده الفلتر اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شويه. وبالتالي ممكن الموتور ده يبقى شغال والسير اللي هناك ده يتقطع، فيبقى مديني سيجنال لنظام البي ام اس ان الموتور شغال لكن هو بالفعل المروحه مش شغاله عشان السير مقطوع. وبالتالي هنعتمد ان ناخد اشارتين، اشاره ان الموتور شغال ودي من لوحه الكنترول بتاعه الموتور بتروح على نظام البي ام اس، واشاره ثانيه من الدي بي اس. ملخص سريع كده، الغرض من جهاز الدي بي اس هو مراقبه حاله المراوح والفلاتر الموجوده في مكان التكييف الاير هاند يونت عن طريق قياس فرق الضغط ما بينهم، هل المراوح شغاله ولا لا، هل الفلتر محتاج نظافه ولا لا، وعلى اساسه يبدا الاوبريشن تيم اللي عندي يبدا ياخد الاكشن اللازم. ده كده كان بشكل سريع ومختصر معلومات عن جهاز الديفرنشال بريشر سويتش ووظيفته وبيركب فين. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وانتظروني في فيديو جاي جديد ان شاء الله.